أستاذ أحمد، اسكندرية. السلام عليكم. أنت منين يا أحمد في اسكندرية؟ من المحروسة يا بيه. منين؟ من المحروسة. من المحروسة؟ اه أهلا وسهلا بيك وبالمحروسة كلها. حبيبي عم الشيخ، اتفضل. دلوقتي أنا إحنا 8 رجالة. إخوات؟ اه اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. اه بس فينا بنات وصبيان، احنا 8 بس فينا 4 و4. اه يعني انتوا 4 بنين و4 بنات. تمام يا بيه. كويس. دلوقتي ابويا مش سائل فيا خالص. ابوك ايه؟ مش سائل فيا. انت لوحدك دونا عن السبعة؟ تمام يا بيه. ايوه ليه؟ مش عارف والله يا بيه. يمكن انت بتزعله يا احمد؟ ما زعلتوش، لا شايفك مقصر في الدين والصلاة وتارك الصلاة وبتاع. بصلي 100 100 والله. وبتقول له نعم وحاضر؟ ايوه والله ما بزعلوش. ما يمكن انت يعني عندك احساس رهيب شوية شايف كده، لكن الحقيقة ان بابا بيعاملكم كلكم زي بعضيكم. ما يمشي، يمكن جايز يعني، يمكن انت احساسك عالي سنة. لا والله. امال ايه بقى؟ قول لي بقى ايه الدليل على انه بيعاملك انت غير السبعة؟ اديني مثال واحد. واحد. هات مثال على انه بيعاملك معاملة غير السبعة. اتمنى متجوز غير امي وكده، فهي بتسلطوا علينا يعني. عليكوا ولا عليك؟ ما تخليش دماغي تشت. بتسلطوا عليا انا والله. عليك اشمعنى انت بقى؟ اشمعنى ما سلطتوش على الثمانية؟ مش عارف والله. لا بقى. لا مفيش حاجة اسمها مش عارف يا حبيبي، لازم تعرف. ولمثل أبيك أقول. شكرا يا أحمد وشكرا للمحروسة كلها. عدم التفريق في معاملة الأولاد دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم القائل: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم أو بين أبنائكم، معناها ان ده دين. اخوانا لينا نبي عليه الصلاة والسلام. يسعدني طبعا ان انا اقول سطر واحد وقلته قبل كده. لو واقع قاعد قدامه 100، لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو قاعد قدامه 100 صحابي، شفت الكتب قالت ايه؟ العلم قال ايه؟ كان كل واحد في 100 يقسم أنه ليس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أحد. أنا أحلف أن النبي بيحبني أكتر واحد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ادى واحد مية وساب التاني، ولا ادى واحد حتة لحمة، وكان عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد بيحب اللحمة وأكلها. لا يانا، يقول لك إذا 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 أكل الإنسان كل ما يشتهي فهو مسرف. لا مش مسرف ولا حاجة، بس يأكل بالمعروف، لكن يأكل اللي يشتهيه. فالمية قدام سيدنا محمد بالنظرة ما ينظر إيه. وعندنا آباء اما يكلم عيل من عياله تلاقيه مبسوط ورجع شباب 30 سنه لورا، يقول له عملت ايه؟ ويجي التاني جاي من بره: ازيك يا بابا؟ لا ده ايه؟ ابن مين ده؟ ده ابن مين ده؟ ده اسرائيلي ده؟ ما هو ده ولدك وده ولدك. فكما تبتسم في هذا الوجه ابتسم في هذا الوجه، لانه اخوه، لأن هذا قطعة منك وهذا قطعة منك. ومش محتاج بقى أزود وأقول: وسئلت الأعرابية عن أي بنيك أحب إليك؟ فقالت: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. ما أعرفش أحدد مين، كلهم زي بعضيهم. نعم. أم معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يكبر خاطرك. إزيك يا دكتور؟ والله يا دكتور معلش، أنا كنت عايزة يعني عايزة طلب من حضرتك. عندي ابني معاذ 9 سنوات. ايه؟ ماشي؟ ابني معاذ عنده 9 سنين. يبارك فيه ربنا. الله يخليك. الحمد لله من رمضان اللي فات بدأ الصلاة وانتظم في الصلاة، ولحد دلوقتي الحمد لله ما فوتش ولا فرض. اللهم لك الحمد.
اللهم لك الحمد، صام وصلى وكل حاجه، وهو ما شاء الله تبارك الله بيحفظ قران، هو في الازهر فبيحفظ قران وكويس جدا، بس هو بيسمع يعني ساعات كده لما بيمسك التليفون والحاجات دي بيسمع اغاني. طب وماله؟ ساعات ما هو بيرددها. لا 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 معلش، مش يرددها ولا حاجه، هو احنا ما نحرموش من يسمع اغنيه ما فيهاش كلام. ما هو اللي بيسمعوه الشباب بتوع كلام 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 جارح. بصي بصي بصي، المعالجه فن، لان انت لو أيوة منعتيه هياخد تليفون صاحبه، ولو أيوة منعناه مش عايزين أيوة نعمل كده، عايزين نبصره بهدوء طيب برضه طيب بان مستقبلك في المصحف وفي العلوم اللي انت بتدرسها، وان الدكتور مبروك، وان الدكتور مبروك عطيه. ايوه بيشاهد حضرتك. ايوه يا معاذ، أيوة ويا اللي زي أيوة معاذ، عبادتك أيوة لله في الكتاب. أيوة انت طول ما فاتح الكتاب كده، سواء رياضه او انجليش او ماثماتكس يعني رياضه، وقاعد بتقرا وتحل، انت في طاعه ربنا، والنبي أيوة عليه الصلاه والسلام شبهك بالغازي في سبيل الله. أيوة لا الاغاني في الوضوء ايوه يتأنى في الوضوء في الصلاه. لا لا يعني هو بيصلي ومنتظم، اول ما الاذان يأذن يا شيخ بص بيطلع يجري يتوضى ويصلي. حلو جدا. بس يعمل ساعات حركات كده بتضايقني منه، وبيأمني في الصلاه يعني يأمني في الصلاه. ما هو انت مش هتستني منه يبقى الامام ابو حنيفه وهو عنده 9 سنين؟ ماشي. طب ايوه بس انصحه بالله عليك، احنا انا مش طالبه من حضرتك انا بنصحه، غير انك تكلمه وهو بينت هو بيسمع حضرتك على كده. الله يستره، الله يستره ويستر اللي زيه ويحافظ عليهم دول الامل. اللهم امين يا رب. وسائر مرضانا اجمعين ان يهديه الله وان يشرح صدره والا يحرمه متعه الحياه الدنيا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، ويجد لذته وانشراح صدره للجد لا للعب، وللحق لا للهزل. أما تيجي على حاجة صغيرة يسمعها يرفه بيها عن نفسه لا بأس